السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. يقول ابن سيرين: رؤية القبر في المنام يدل على السجن أو الزواج، ورؤية القبور المجهولة في المنام تدل على الرجال المنافقين. وفسر أيضا أن عذاب القبر في المنام بالفساد في الدين والدنيا واتباع البدع والهوى. ومن رأى أنه يتحدث عن عذاب القبر في المنام فإنه يهتدي بعد الضلالة والجهالة. وقال ابن سيرين: رؤية الموت وعذاب القبر في المنام تدل على الخوض في المنكرات والابتعاد عن الطاعات. ويقول أيضا: إذا رأيت أنك تتعذب في القبر في المنام فهذا يدل على ذنب كبير وإثم ارتكبته في حياتك. ورؤية شخص ميت يتعذب في القبر في الحلم تدل على حاجته للصدقات والأذية. وإذا رأيت شخصا ميتا تعرفه بيتعذب في القبر في المنام فهذا يدل على حاجته للمسامحة والعفو منك. وسماع صوت عذاب القبر في المنام دليل على النذير الوعيد بعذاب الآخرة، فيما الخوف من عذاب القبر في المنام دليل على الندم على المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما النجاة من عذاب القبر في المنام فدليل على حسن الخاتمة. ورؤية دخول القبر والخروج منه في المنام تدل على التوبة عن المعصية، فيما رؤية الثعبان الأقرع في المنام تدل على كتم الصدقات والجحود بالنعم. أما رؤية حياة البرزخ في المنام فتدل على المرور بمحن والكرب. أما رؤية عذاب القبر في المنام لعزباء فيدل على اتباع البدع والضلالة في حياتها. ورؤية عذاب القبر في المنام للمتزوجة دليل على الفساد في دينها ودنياها. ورؤية عذاب القبر في المنام للمطلقة يدل على المعاصي والذنوب في حياة الراعية. أما عذاب القبر في المنام للحامل فيدل على سوء دينها ونقص طاعتها لله عز وجل. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.